مريت بالتجربتين يعني. اول فيلمين كانوا وقتها دول كانوا نجوم يعني، فاتن حمامة ولوسي دول كانوا نجوم في وقتها مع اختلاف كبير يعني في الاتجاهات. لكن بعد كده حصل لي حاجة بقى، ابتديت احس اني اوقات بيبقى عندي مشكلة ان انا اكتب فيلم لفلان وممكن اقعد في المشكلة دي بصارع مثلا سنة كاملة. مريت بسنة صعبة فعلا، اني انا كنت لقيت روحي بهرب بقى من الشغل وانام في كل مكان، في اي اجتماع انام يعني. فوصلت النتيجة، طب انا عايز اعمل ايه؟ ومن هنا ابتديت اتجاه اخر، اني اكتب الموضوع وبعدين اشوف ده يتعمل ازاي. طبعا في مواضيع كنت بكتبها ولا زلت انا يعني، انا عادة لما بكتب فيلم ببقى متصور اني ده ممكن ما يتعملش دلوقتي وممكن ما يتعملش خالص. يعني ما سوري انا هقاطع، بس في فكره ازمه الورق يعني، ما ينفعش حد زي هاني بجد، انا مش مجامله، هاني عنده افكار مش شبه حد، تلاقي هاني عنده افلام ما اتعملت، اذا ما فيش ازمه ورق، في ازمه منتج خايف.